السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عبر أثير قناة تي في إم توكل للثقافة والتواصل والإبداع الفني الشبابي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بحول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في موضوع لحاقتنا لهذا اليوم إن شاء الله بحول الله. غادي نتكلموا حول المشكل اللي كيعانيو منه بعض اليوتيوبرز وكذلك منشئي المحتوى اللي يلا قالوا بسم الله في عالم اليوتيوب. يعني مشكل عويص جدا. هذا المشكل كاين في بزاف ديال الهواتف اللي هو هواتف هواوي، يعني ما عندهمش التطبيق ديال استوديو اليوتيوب باش يشوفوا الاحصائيات وكذلك رقم المعاملات بالنسبه للمشتركين وكذلك المشاهدات يعني وكذلك التعليق وكل ذلك ما كاينش في الهواتف ديال هواوي. ولكن اليوم ان شاء الله جبت لكم التطبيق هذا اللي يمكن لك انك تانستالي عندك وتدخل للستوديو اليوتيوب وكذلك البلاي ستور وتشارجي اي تطبيق اختار في بالك ان شاء الله بحول الله. التطبيق هذا الاسم ديالو جي سبيس، يعني بحال قلتي واحد الفضاء خاص بك جي سبيس. ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف. اذا كنتي اول مره كتشوف القناه ما عليك سوى الاشتراك وكذلك دعمنا باللايك ديالكم. حاولوا ما امكن نجمعوا بزاف ديال اللايك في هذا الفيديو بحول الله. وكذلك ما تنساوش ترك تعليق اذا كان عندكم شي اقتراح او شي تساؤل وبارطاجي الفيديوهات مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله بحول الله. فاصل قصير ونواصل. يجدد الترحاب مرة أخرى أحبتي في الله. كيف ما قلت لكم عنوان حلقتنا لهذا اليوم غادي نحدو من هذه المخاطر وهذا المشكل العويص اللي كيشمل جميع الهواتف هواوي، يعني سيرتو الرواد ومنشئي المحتوى اللي يلا قالوا بسم الله واقتنوا الهاتف ديال هواوي. يعني الهاتف ديال هواوي متميز فيه بزاف ديال لي زاستيوس يمكن لك تلعب فيه، كاينه مساحه اكبر حتى من بالنسبه للديزاين. ولكن كاين هذا المشكل هذا ديال اليوتيوب اللي اليوم ان شاء الله غادي نخليو هذا المشكل هذا وترجع الحياه العاديه لليوتيوبر المبتدئين وكذلك المحترفين بحول الله. على بركه الله اول خطوه كنقوم بها كنمشيو المتصفح ديالنا كنطابيو هنايا جي سبيس جي سبيس جي سبيس هكذا كنكليكيو عليه ومن بعد كطلع لينا هاد الصفحه هادي استسبح اشعارات كبر الصونه. من بعد كنطابيو على تيليشارج داونلود هاهي كتيليشارج علينا كطلع مباشره عبر سطح المكتب. كنمشيو لسطح المكتب عفوا كنمشيو كنمشيو للتيليشارجمون هاهي كطلع لينا التطبيق هو هذا بزاف ديال لي زوتي من هذا ليكسيور ديال الميكروفون. يعني بحال اللي قلتي غادي دير واحد كوبي للهاتف ديالك كيولي عندك واحد الهاتف صغير يعني بحال ماشين فيرتيال ديال شي بي سي عادي ولا بي سي بورطابل. من بعد كنديرو اكسبتي هاهي كيف ما كتشوفوا كنديرو انستالي كنتسناو بعض اللحظات بما تانستالات. من بعد كنديرو اوفغيغ جي سبيس هاهي غادي يطلع لينا هاهي على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هنا كاينين بزاف ديال التطبيقات اللي منها هنايا الفي بي ال كانفا انستغرام جيميل وهنا كاين هاد علامات زائد هاد علامات زائد كيف ما كتشوفوا. غادي نضيفوا مثلا كيف ما قلنا في الاول ما كانش عندنا الواتساب مثلا ولا اليوتيوب كنأجوتيو لا ميم سيتياسيون كدير كلوني ها هو كيطلع لك الواتساب. وكذلك بالنسبه اليوتيوب هو كذلك مثلا نحينا هنا نحيدوه ها هو كنديروا لي غوتي غي
كذلك اليوتيوب حتى هو نديرو ليه واتي غير باش تشوفوا كيفاش غديرو. كنمشيو كنديرو علامة زائد وكنقلبو عليه هنايا بكل بساطة. ها هو ستوديو كيف ما كتشوفوا احبتي في الله. من بعد كنديرو كلوني، يعني الغرض به هو هذا ستوديو اليوتيوب اللي هو عندنا مشكل هاويس كيف ما قلت لكم في البداية ديال الفيديو. معظم منشئي المحتوى عندهم مشكل في هذا البروغرام هذا اللي من خلاله كتشوف بزاف ديال الاحصائيات سواء بالنسبه للمشاهدات وكذلك المشتركين وكذلك التفاعل مع التعليقات، مجموعه من العوامل في استوديو اليوتيوب. التطبيق جي سبيس جا دار فينا واحد الحسنه، رجعنا باش ما نبقاوش دائما متخوفين، نبقاو ندخلوا لاباج ديال الانترنت اكسبلوري ولا جوجل كروم. يعني الجي سبيس هذا بحال اللي قلتي واحد الهاتف صغير كاين عندك في الهاتف ديالك، سوفون، يعني كاين سو ماشين، هذه نقدروا نسميوها سوفون. نمشيو على بركه الله ندخلوا استوديو اليوتيوب كيف ما غادي تشوفوا. هو كيعطينا لا ميم سيتياسيون كيف ما قلت لكم، نفس الحاله، يعني قال لك مرحبا بكم في استوديو المنشئين المحتوى، كدير لونسي ومن بعد كتطلع لك القناه ديالك احبتي في الله. ها هي القناه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ها هي القناه، واخا ما بغيناش نبينوا الاحصائيات، الاحصائيات ما نبينوهمش يعني مخالفه للقانون. احبتي في الله كيف ما كتشوفوا، بغيتي ترجع عاوتاني كترجع كتمشي للانستغرام حتى هو كذلك، كتمشي للمانسنجر، كتمشي للكانفا، يعني اي ابليكاسيون لقيتي فيها مشكل في الاول في البلاي ستور، يعني ها هو البلاي ستور ارجع من جديد، ولكن بفضل هذا التطبيق هذا اللي هو جي سبيس. كنشكروا ادمون التطبيق هذا، تحياتي لكم احبتي في الله. عجبكم هذا الفيديو هذا خبطوا جيم وكذلك البارتاج وانشروه في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ومع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. تحياتي لكم، كان معكم اخوكم جوجو مهدي من قناه تي في ام توكل. استودعكم الله والسلام عليكم الى فرصه قادمه بحول الله.